الحرب اللي رفعنا رأس العالم العرب فيها، رفعنا رأسنا فيها. الله يرحم، الله يرحم هذيك الزمان وذاك الرجال، هذيك الرجال اللي وقفوا وقفت أبطال، وقفت أبطال مو بس نحنا، العرب كله وقفوا معنا. ليش؟ لأن نحنا كان على حق، ولهلا على حق نحنا. أنا كنت في المعركة، أنا كنت في مركز تدريب السواقة في الديماس، والحمد لله كان أمور جيدة جدا، وإسقاط الطائرات الخاصة الفانتوم الأمريكية بطيران الميج 17 بفضل الله. ذكريات حرب تشرين لا توصف ولا تحكى ولا صار مثل حرب العالم، بنت إنجازات سوريا الجمهورية العربية السورية. كنت صغير وأطلع ظهر البنيات وشوف طيارات. أنا العدو هي ما خاف الشعب السوري، لأنه سجل انتصار كبير لسوريا. هاي شخصية من صاروخ بحرب تشرين التحريرية، كنا احنا بالجيش، ضربتنا صاروخ، وهدول أربع طيارات نزلناهم بدمار، ما يعني ما كملوا، يعني فاتوا بس ما طلعوا، فاتوا لعنا بس ما طلعوا. أربع طيارات فاتوا على المدينة بدمار نزلناهم. نصر، يعني نصر للأمة العربية، شيء يعني بيرفع الرأس. كانت الصواريخ تلحقهم وتشوف الطيران عم ينزل مثل المطر بالأرض عم يروح. كانت ما نخاف يعني بنوك، وكان الطيران نشوفه هو عم يتساقط، الطيران الإسرائيلي على سماء دمشق هنا، وكان يعني انتصار رائع. أيامها كانت حرب تشرين تحرير أحلى أيام، وقت انفتت دخلنا على حررنا، قطعنا الشريط الشائك وفتنا على حررنا البلاد، حررنا، وصلنا على الخشدية، وصلنا على الرمسانية، وصلنا على بحيرة طبرية. هذا كانت أجمل ساعات عمرنا والله. لهلا صلى الله شغلة 73 لهلا ما بنساها، هذا الدخول وقت دخلنا نحنا على قطعنا شريط الشائك ودخلنا وفتنا وصلنا على الرمسانية، وصلنا على الخشنية. حرب ذكرى التاريخ للعرب كله.